إلى أخبارنا الدولية، وفيها بداية استنكر البرلمان العربي بشدة قيام زعيم الحزب اليميني المتطرف بإحراق نسخة من المصحف الشريف، وذلك أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشددا على رفضه التام لمثل هذه الأفعال المشينة والتي تعد خروجا على كل القوانين والمواثيق الدولية. نعم، وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتجريم هذه الأفعال التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، كما دعا إلى سن قوانين وتشريعات دولية تجرم الإساءة للمقدسات الدينية وتوفر الحماية اللازمة للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية. ومن جهته دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إحراق المصحف الشريف في السويد، وقال إن مثل هذه الأفعال المتطرفة يجب أن تكون محل إدانة واستنكار من الجميع. تصدرت جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم قرارات جلسة البرلمان العربي والتي عقدت بجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث أعلن البرلمان العربي استنكاره بالإجماع في الجلسة التي حضرها أعضاء مجلس الأمة أعضاء البرلمان العربي، وهم النواب أحمد لاري وخالد العتيبي وحمدان العزمي والنائب الدكتور محمد هادي الحويلة. لا يمكن قبول هذه الأشياء، ولا بد أن تكون، وطالبنا أن تكون ردة الفعل مو فقط بس بقطع السلع، أيضا بقطع العلاقات. الفعل هذا ما يفترض أن يتم السكوت عليه، لأن هذا يمس العقيدة الإسلامية. عبر أعضاء مجلس الأمة الكويت لرفضهم التام واستنكارهم الشديد، والمطالبة بمخاطبة البرلمانات العالمية والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الأوروبي بالوقوف عند هذه الجريمة ومواجهتها. دولة الكويت ممثلة في أعضاء مجلس الأمة كان رد فعلها قويا إزاء جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم، حيث قدمت اقتراحا بتشكيل لجنة للظواهر السلبية وتمت الموافقة عليه. مطلوب من البرلمانات العربية أن تحذو حذو مجلس الأمة الكويتي بتشكيل لجنة مواجهة الظواهر السلبية في كل قطر عربي تراد منها التأثير سلبيا على فكر وثقافة ومعتقدات الشباب العربي. بخصوص تخفيض النسبة 10% من الميزانية مال البرلمان، لأن في بعض الدول يقولك مو مسددة، فإحنا طالبنا يعني بإعلان أسماء هذه الدول اللي ما وفت بالتزاماتها. أما بالنسبة لنا بالكويت دائما يعني سباقين بالتسديد. وعلى جانب آخر، أعلن البرلمان العربي رفضه لتدخلات الاتحاد الأوروبي في شؤون المملكة المغربية والمتعلقة بحقوق الإنسان. صدر هذا البيان اليوم عن البرلمان العربي يؤكد مستوى الوعي السياسي والعربي بالواقع الدولي الراهن، والسياسة بطبيعة الحال السياسة الممنهجة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية وبالخصوص المملكة المغربية. جملة من القرارات خرجت بها جلسة البرلمان العربي، منها الدعوة لسن قوانين وتشريعات دولية تجرم الإساءة للمقدسات الدينية وتوفر الحماية اللازمة للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية على قدم المساواة مع كافة الأديان الأخرى. من مقر جامعة الدول العربية، ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.